تعاقد النادي الاهلي مع موتسيماني مدير الجنوب افريقي اللي كان ماسك فريق سان داونز. هل موتسيماني نجح بنسبه قد ايه في المهمه اللي هو تولاها لحد هذه اللحظه؟ انا بعتقد انه نجح بنسبه 90 ل 95%. شويه حاجات كده بسيطه، راجل كسب كل البطولات. راجل يعني ما فيش فرقه في الدنيا ما عندهاش ابس اند داونز اخفاقات. طبعا طبعا انا بقول انه يعني الراجل ده عايزين ايه تاني منه؟ بس ما اعرفش مره حتى لعيبه ما لعبوش ولا ومره اللعيبه اجازه 7 ايام قبل. طبعا السبع ايام دول فادونا ورحنا الترجي وسبنا هناك، لولا السبع ايام اللي خدوها راح رايح جاي. ما انا بقول لك وكمان يعني ما انا بعتقد انه طب. بص انا بعتقد انه ده اختيار موفق جدا. ما انا لسه كنت اسالك في الكلمه دي، الخطيب نجح رغم ان كان ريسك اللي قدام لمصر كلها ان جاب اول مره النادي الاهلي بيتعاقد مع مدير فني افريقي. ما حصلتش قبل كده. ما حصلتش قبل كده. فاحنا هنا فعلا بنقول ان الخطيب نجح بنسبه مش 100% لا مليون في المية. ودي بدون نفاق ولا نتائج النجاح. بالظبط كده. يعني الناس تقول لك ايه المدرب يقول لك ايه؟ الناس تقول لك احنا كنا عاوزين مدرب يخلي يصلح الاداء، انت عاوز اداء ولا عايز نتيجه؟ مصطفى الراجل حقق لك كل البطولات اللي دخل فيها. وفي اداء يا كابتن مصطفى، الترجي هناك ده مش اداء. لا واللي هنا في موقعها حربيه وهنا ده مش اداء. يا كابتن شطه، النادي الاهلي معذور لسبب واحد، ان بيلعب لعب بطوله كاس العالم وبعدين فصل من كاس العالم لعب دوري عام، وبعدين فصل من الدوري العام لعب بطوله افريقيا، فصل من بطوله افريقيا بيلعب كاس السوبر في قطر، بيفصل مش عارف بيلعب. انتوا طب في ايه؟ مصطفى انا الناس يجب ان يكون في عقلانيه. انت عايز مدرب يكسبك ولا عايز مدرب يلعبك مباريات حلوه وتخسر بطولات؟ ما فهمونا. طب لا انا شايف ان الراجل انا في الاول كنت يعني قلقان شويه، انما بعد كده الراجل حقق لك كل البطولات اللي هي اتحققت للنادي الاهلي. انا بقول لك هو هيعدي كمان مانو جوزيه، وافتكر الكلمه دي. انا بقول ان هو ناجح حتى زي بنسبه 95 100%. طبعا طبعا، وربنا يوفقه ان شاء الله في اللي جاي. التوفيق.